المنبر هو منبر يمكن كريم أبو أنه يعبر حتى على الشعور. أقول بأن لا يوجد قانون أنه يمنع الإنسان أنه يعبر عن شعور داخل مقرات الأمن. إذن اليوم كريم أبو أن بيت القصيد، هو الوحدة الوطنية. أنا يعني شرفي وحق كبير بشاب جزائري كان على رأس حزب سياسي يسمى جبهة القوى الاشتراكية، وعلى رأس هذا الحزب قام من قامات السياسة الجزائرية وهو عسير الحكومة. وأنا باحتكاكي لهذا الرجل تعلمت من هذا الرجل من هذه المدرسة وش معناتها الوحدة الوطنية، على عكس استوطيت الوحدة الوطنية كعنوان فلتفى بس تعلمت ما معنى الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية هو الوفاء لمغمر معاوية حسين، الوفاء لهذا الوطن، الوفاء للشهداء، الوفاء للشعب، الوفاء لهذا النضال، لمدة شهور من الشعب الجزائري الذي دفع ثمن باهظ في هذا النضال، سواء بعد 62 وحتى اليوم، والحراك الشعبي المبارك الذي سيأتي بالحرية. هذا الحراك الشعبي هو استمرار لهذا النضال، وأنا مستحيل أنني أكون خارج هذا السياق وهذا المجال. ثم في السياسة ومهد إلى حدوث
هم هم